أول مرة كنت جري التصويت في يوم واحد على انتخابات جماعية وانتخابات جهوية وانتخابات تشريعية، وبالتالي غادي يكون تجديد ديال هذه المستويات كلها في بعد هذه المحطة. بطبيعة الحال أيضا كتجري هذه الانتخابات في ظل جائحة كوفيد-19 والتطورات اللي عرفتها الجائحة وطنيا ودوليا، ولكن المغرب على غرار عدد من الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة تصر على عقد هذه على إجراء هذه الانتخابات في ولو في هذه الظروف دون تأجيل، وهذا احتراما للمواعيد الانتخابية.